الله الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، الحسد مرض يفتك بصاحبه وبالمجتمعات، فهل هناك إنسان يولد حاسدا أم أن الحاسد هو الذي لم يرضى قسمة الله في الأزل؟ وديننا خير من يعالج أمراض النفس والمجتمع، فكيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، الحسد مرض يفتك بصاحبه وبالمجتمعات، فهل هناك إنسان يولد حاسدا أم أن الحاسد هو الذي لم يرضى قسمة الله في الأزل؟ وديننا خير من يعالج أمراض النفس والمجتمع، فكيف السبيل؟ دكتور عمر عبد الكافي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعتذر عن هذه الفواصل. لا خير، أهلا بإذن الله تعالى. وقبل أن نبدأ في قضية أمراض الحسد، نذكر أخواننا المشاهدين بأن الدكتور عمر عبد الكافي لديه ساعة إيمانية الليلة في كثارة الساعة 9:30 بعنوان رقق قلبك، فمحبين الشيخ بإذن الله تعالى سيكونون في كثارة 9:30 في مبنى الدراما، مبنى رقم 16. كيف يكتشف الإنسان أنه قد يكون في داخله هذا المرض ألا وهو مرض الحسد؟ كيف يكتشف نفسه؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحسد مرض زي أي مرض، والمريض نوعان أو المرضى نوعان، نوع يعلم أنه مريض ونوع لا يكتشف أنه مريض وهذا مرض آخر، يعني مرض مركب جهله بالضبط كده يعني. الحاسد يعلم أنه حاسد ولكنه ينكر ويكابر، لأن قلبه دائما يعني يقول إيه، يغلق أو يضيق، وصدره يضيق كلما يرى نعمة في يدك. لا إله إلا الله. والشافعي رضي الله عنه يقول: ألا كل من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعي، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. لا إله إلا الله. الحاسد القضية أو يعني الحسد ثمرة لجذع شجرة، هذا الجذع يقول والعياذ بالله أن صاحبه لا يؤمن بالله إيمانا صادقا. ليه؟ لسان حاله. لسان حاله. نعم. لأنه أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فربنا اللي قسم في الأزل، هذا صاحب علم وهذا صاحب مال وهذا صاحب جاه، هذه جميلة وهذه دميمة، هذا غبي وهذا ذكي، دي يعني قسمة الله في الأزل. فالعجيب أنه لو أنه نحى حسده وبدلا من أن يتمنى أن تزول من فلان وتأتي إليه، يسأل الله الذي أعطى فلان أن يعطيه هو. فليس هناك من حاسد لا يعرف أنه حاسد، ولكن بعض الناس يكون طيب القلب ولكن عنده تطلع للدنيا، هو مش لا يتمنى زوال النعمه، ولكن يروح عند بيت عبد الرحمن يجد بيت جميل والاثاث فيه مرتب ترتيب جميل والديكور جميل واولاده مهندمين، من الله، طب انا ليه بيتي ليس هكذا؟ ده لضعف في الايمان عنده، هو لا يتمنى ان تزول النعمه، ولكن يعني مش يتمنى ان يكون عنده، لا اصل كده يبقى الغير طلع، ده هو يعني كأنما يستكثر على فلان أن يعطى هذا، يقول لك ليه؟ مين المدير بتاعي؟ عارف المدير بتاعي ده؟ يقول ماله؟ أنا أعقل منه وأكثر عبقرية منه وإجازاتي العلمية، أنا خريج أكسفورد، ده هو خريج جامعة في زيمبابوي، واخد بالك؟ وأنا 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 الفاهم الوحيد، أنا عقل أينشتاين جنبي، يبقى متخلف، وهكذا. فأنت تكبر الأنا، لعلمك يا أستاذ أنا الشمعة الوحيدة التي تضيء في هذه المؤسسة، الله. الوزارة دي كلها على دماغي أنا، أنا اللي مرتب العمل ده كله، والمهرجان ده يقول أنا اللي مظبطه، ده أنا اللي مظبطه، يا خبر بهذا الأمر، فينسب فالأنا عنده منتفخة، عنده زي يقول إيه؟ تصحر إيماني إذا جاز التعبير.
تصحر الإيمان ده من واجب بستان ينتقل من فيء إلى فيء ومن ظل إلى ظل، وهناك على جداول أنهار الإيمان يعيش الإنسان ليسمع تغاريد الذكر وأناشيد الخير وترتيل الحق، لكن هو لا يريد أن يصم أذنه فلا يرى نعمة عند فلان إلا وتمنى أن تزول والعياذ بالله. فالحسد هو أول ما عصي به رب العباد عز وجل، مصيبتان كبيرتان، كبر الحسد، أنا خير منه، أسجد لما خلقت طينة أنا. ولذلك قال علماؤنا إياك وابتعد أيها المسلم عن كلمات ثلاث: أنا، لي، عندي، لأن نهاية أصحابها وخيمة. أنا قال إبليس أنا خير منه فلعن وطرد من رحمة الله. لي قالها فرعون ولي ملك مصر فأرقناه وجنوده في اليم. عندي قالها قارون إنما أتيت على علم عندي فخسفنا به وبدار الأرض. مفيش عربي تجلس معه لك لعلمك أنا عندي أكره الغيبة يا مؤمن. واحدة أعزك الله يعني من إياه أن تطلع في التلفزيون من بتوع الرقص وغيره، لا أنا أكره الغيبة والنميمة ولا أحب الحسد. أنا احنا نتكلم مع ناس معلمان بأسماء بنت أبي بكر سبحان الله. أنا عندي كذا سبحان الله. ولذلك الكبر الذي كان عند سبحان الله إبليس والحسد الذي ولد في قلب ابن آدم فكان أول مصيبتين في الكون، وما زال الناس على الخطى سائرين. يحسد يقول ليه أخوي عنده أنا ما عنديش، ليه عنده أولاده صالحين وأنا أولادي مش صالحين، ليه زوجته مطيعة وأنا زوجتي متعبة. يا أخي لا إله إلا الله، كيف أن أبويا يعطيه البيت اللي ناحية البحري وأنا أخذ البيت اللي من ناحية الشمس؟ يا عم احمد ربنا أن عندك بيت. يقول أبدا، هذا لن يشبع أبدا. وبعدين في الآخر خالص كالنار تأكل بعضها لا تأكل. فمصيبة. أتفضل دكتور، كيف نتعرف على هؤلاء الأصناف؟ كيف نتعرف عليهم وهم بيننا يعيشون؟ لا هو ما شاء الله عليهم يعرفوا على طول. أما تدخل في بيتك أنت تلاقي إيه حريق دارت في البيت من العيال وأمهم، وأنت من دون سبب تبقى في لما تهدأ الحكاية هو في إيه؟ وتكتشف أنما كلما يزور. فأنا أعظ كل البيوت التي ترى قريبا لهم هكذا أو قريبة لهم هكذا أو تدخل عندهم يكبروا. ليه؟ نحن إذا رأينا حريقا كبرنا، وإذا رأينا زلزالا كبرنا، وإذا رأينا حاسدا واجب ان نكبر لانه حريق وزلزال كلاهما. اكبر عشان ازلزل حسده سبحان الله. بس هو القضيه احنا نفسنا كمسلمين. دلوقتي انا دخلت بيت ابن عبد الرحمن وجدته اول شيء تبارك الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. مش هو كان صاحبه ماذا قال له؟ ها لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس خلاص بقينا اسلمت قيادك لله وكسرت إن كان للحسد شعاع يعني كما يقول علماء الكلام من ده، كسرت هذا الشعاع عملت له إيه وصدات بحيث لا ينفذ إلى إيه إلى صاحب النعمة. أنت تغبط تتمنى أن يكون لك علم هذا ولك حفظ هذا ولك وجهة هذا ولك صلاح هذا، ده جميل هكذا المؤمن يغبط. أما أن تتمنى زوال النعمة من الناس لن تزول النعم من الناس، لا النعم لن تزول. الله عز وجل قدر لبعض الناس نعمة تزول عندما ينسى صاحب النعمة شكر المنعم. لا 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 بس لا. لأن احنا كارثتنا أننا نذكر النعمة وننسى المنعم. ها يعني نفرح بالنعمة ولا نفرح لأن من أكبر النعم التي يجب أن نشكر الله عليها نعمة الطاعة. يقول العلماء لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، لكن افرح بها لأن الله جعلك أهلا لها. الله لأن في غيرك ما ينفعش أهل للطاعة. انت من اهل الطاعه يبقى ارضك خصبه قلبك خصب، لان المطر ينزل على سطوح البيت ده عباره عن اسمنت وبلاط وسيراميك لا ينبت نبات، ينزل في الارض الجميله التربه الطينيه ذات المسام اللي هي سبحان الله انبتت وربت وانبتت من كل زوج بيت. هكذا قلوب المؤمنين لما تنزل على الخير يجي منها الخير، تهز الكريم يلين لك، تروح عند العطوف يعطف معك. يعني انت بتجلس تشكو لواحد كده يتعاطف معاه عيناه تغرب يا الله الله يشفي ولدك الله يشفي بنتك يا الله نعم. ان شاء الله ربنا يرزقهم بالخير، تشعر انه ايه ولا بد من شكوى الى ذي قربات يواسيك او يستيك او يتوجعه يشعر انه منك جزء منك او حتى يتالم هو يتوجع دي ويتالم دي دليل انه ايه انه عايش معاه مش يسد في وشك الباب يا اخي اسكت
يا عم انا وانا ناقص هموم، تعال اقول لك انا على همومي، انا لا حول ولا قوه الا بالله، لا تجده صبرا حنونا، بالعكس. ولذلك سيدنا عمر مر على جماعه يقدون نارا امام الخيمه، اللسان ده مغرفه لما في القلب، قلب عمر مليء خشيه ووجل وحب لله وادب وكلمات من لسان وليه، يقول لهم السلام عليكم يا اهل الضوء، نحى كلمه النار يا اهل النار. يا شو كيف جدي دي كيف رزق بها الا انه بيغترف من قلب مليء بخشيه الله سبحانه. السلام عليكم يا اهل الضوء، يا الله مش اهل النار، ولو قال اهل النار قالوا اصحاب النار، لا يقول يا ابا هريره هل اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال صلي بعد شروق الشمس. الرجل اعرابي ما فهم، لم يفهم، قال يا ابا هريره اقول لك هل اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال صلي بعد شروق الشمس مره ثلاث مرات. فواحد جالس قال ابا هر يعني هذا اعرابي، قل له لا تصلي. قال وإذا مر أحد يسمع أبا هريرة يقول لا تصلي وأنا أدخل في حوزة قول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ كلمة لا تصلي دي ما تخرجش من فمه، كلمة لا تصلي لا ما ينفع، صلي بعد فهو محاسب على فكيف أن هذا الإنسان يعرف الحسد؟ بعد بس يعني أمثل يعني كيف هؤلاء يعرفون الحسد؟ يقول له لما ذبح الشاه واحد من أهل المدينة رأس الشاه كانت لا تساوي عند العربي شيئا، يرميها في النفايات وكده. قال بدل ما ارميها من الف بحثت عن افقر بيت في بيوت المدينه، فما وجدت غير بيت امير المؤمنين عمر. فطرق الباب عليه. طلع. قال امير من ذبحت شاة ف قال يا اخي اخي بلال اشد مني حاجه؟ محقول. راح لبلال. لم يقل لو انا كنت عند عمر. قال يا اخي اخي عمار بن ياسر اشد مني حاجه. اخي عبد الله بن مسعود ابن ام مكتوم ابو الدرداء سبعه. السابع قال اين انت من بيت امير المؤمنين؟ يا رجل انا ده في امير المؤمنين يمكن يمر الشهر والشهرين كما كان رسول الله ولا يؤخذ في بيته قدر. فراح لعمر. عارف المتصدق ده من عينه عمر ايضا. ليه؟ احنا لو واحد مننا خد يا فلان وصل له، لا والله روح لفلان، روح اقول له بقول لك ايه احنا مش هنعمل احنا خلاص احنا ارواحنا ضيقه ضيقنا نفوسنا. فقال عمر الى من ذهبت؟ قال فلان. قال ادعوهم لي. وطبخ عمر الراس وجمع، قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. يجي في عام الرماده يقول لابنه ايه؟ ياخذ قطعه بطيخ مع حفيده. قال تاكل البطيخ والناس لا تشبع، اخذ البطيخ اديها لايه؟ فمش عايز كده. القرب من عمر كان مصيبه، والان القرب من امثال كارثه. يعني ما خلينا احنا فوق احسن. فالمهم أن 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 سيدنا عمر رضي الله عليه يعني مش مثالية. أنت تستطيع أن تقول أنهم يعني غير أنهم ملائكة البشر اقتربوا أكثر من القرآن نفسه، يعني كانوا مصاحف. لا يعني هم حققوا المثالية الواقعية والواقعية المثالية. نعم. يعني هكذا أعطاهم رب العباد هذا العطاء الكبير. نعم. سبحان الله. فعندهم هذه الرقه. يدخل على يمر بالليل فيجد رجل قاعد قدام خيمه، ما لك يا رجل؟ زوجتي تضع. فجد يا ام كلثوم هل لك في الخير؟ هلك شال السمن والدقيق والحاجات اللي تعالى. وبعدين ايه؟ ادخلي الى الخباء. فالمهم قاعد يوقد في النار ويطبخ عشان اللي هتضع دي. سبحان الله. فتخرج ام كلثوم تخرج راسها من الخيمه، يا امير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. الرجل حط ايديه على راسه، لا هذا الخدام ده والشغال ده لا اله الا الله. لا اله. ابو بكر كان يحلب ارمله كفيفه وبنات يتامى الناقه، فكان الناقه عندهم يحلب لهم لوجه الله. فالمهم ثاني يوم بلغوا ان ابو بكر صار الخليفه، فهو ماشي بيته بقدر الله راجع بيته، سمع البنت تقول يا امه حلاب الشياه صار خليفه، فمن يحلب لنا؟ قال والله لن يحلب لكم الا الخليفه. يعني الناس دول اشتروا ما عند الله فباعوا الدنيا، فجرت وراءهم الدنيا. جرت وراءهم الدنيا فاخذوا خيرها، زرعوا فيها خيرا فكسبوا خيرا. كيف القلوب دي تعرف الحسد؟ كيف القلوب دي؟ فالدين انا عايز اقول لاخواننا المشاهدين وبناتنا وابنائنا، الدين ده يؤخذ جزء. يقولش اصله مريض بالحسد، لا هو مريض باشياء اخرى ادت الى الحسد. كيف دكتور؟ تعالى
لو أيقن وقنع بما رزقه الله وعلم أن القسمة كانت في الأزل وعلم أن رزقي أنا رزق عمر لا يذهب إليه ورزقه هو لا يأتي إليه وعلم أن الطير تغدو خماصا وتعود بطانا وعلم أن نملة سليمان أكلت حبة لما صارت بين يدي سليمان وقلت له أنا كنت لما كان رزقي على الله كنت أكل الحبتين فلما صار رزقي يا نبي المحصور بين يدي كنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى لما يكون عنده كل اليقين ده وأنه مكفول رزقه من السماء سبحان الله ومعلوم أن هذا القدر سوف يأتيه بعز عزيز أو بذل ذليل لو كان رزقه في فم الأسد لجاء الأسد يا مؤمن إبراهيم بن أدهم جاي من الشام فمر على الصحراء ورايح على من نجد كده ورايح على 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 مكة فنام نام في الصحراء كده في الطريق فاستيقظ وجد حية ممسكة وردة له كأنه بتحييه بيها لأن له رصيد عند الله سفينة لما تخلف عن الركب مولى رسول الله خادم رسول الله وبعدين لما تخلف طلع الأسد يا الله قال يا أسد شو كلمه عربي والله يفهم الأسد كلام أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصبص الأسد بذيله وصار أمامه وبجواره يحرسه إلى أن أوصله إلى نهاية القافلة ثم عاد قوم خافوا من الله فخوف الله طوع المخلوقات لهم خلى المخلوقات تبعه فكيف الحسد يدخل هذا القلب ما ينفع لازم الدين يؤخذ ككل أبقى عندي قناعة عندي يقين عندي أمسك لسانة عن أعراض الناس لا أصغر من شأن الناس لا أحقر من شأن الناس وعظم صاحب الدين صاحب العلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حق ابن عمر بيطوف شمس حارة فليه واحد كده فشال العمامة هذه العمامة كان خاتم من النبي صلى الله عليه وسلم فوضع على رأس الرجل قال ابن عمر عمامة رسول الله قال كان هذا ودا لأبي والرسول يقول صل ود أبيك من باب البر لعمر بعد ما مات بيعطيه العمامة عشان تخبي عليه الشمس هارون الرشيد يمشي مع واحد من حراسته الخاصة وبعدين ماشيين جنب القصر فقدروا لغاية آخر سور القصر وهم راجعين فهارون الرشيد نقل خادمه إلى داخل الجدار من ناحيته يا أمير المؤمنين قال أنا سرت في الظل وإحنا راجعين لازم أنت تسير في الظل أنا إذن تلك إذن قسمة ضيزة الناس دي لا يعرف لا تعرف قلوبها الحسد لأن لهم عند الله زلفة وحسن مآب الله المستعان دكتور راح نتكلم كذلك عن الحسد اليوم يعني ما أن يتحرك شيء في البيت دخلنا في دائرة الوهم في قضية الحسد فكل شيء يعني لا أحبذه حدث لي سواء نجاح أبنائي أو رسوبهم سيارتي أما رد مش عارف أدخلناه في قضية الحسد وأنني محسود وخاصة عند الأخوات أكثر أظنهم من هم الأخوات لأنهم أكثر رقة وبعضهن أكثر فراغا لأن برضو ما أنت مشكلة لما تبقى في خادمتين ثلاثة في البيت هم اللي بيأكلوا ويشربوا ويعملوا ويسووا ويرتبوا ويغسلوا ويكووا وقاعدة كده إيه دار الحسد يعني أنا محسودة زوجي مخطب جابيني يبقى محسودة أم زوجي ما بتعمليش كويس يبقى أنا محسودة الولد فشل في الدراسة هو أصلا فشل ما ينفعش في الدراسة وهكذا نحن لا يجب أن نضع الحسد نحن الإسلام عنده الوقاية خير من العلاج عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء قراءة القرآن سورة البقرة كل ده تحصين هذا التحصين يأتي فيروس الحسد يصيبني ولكن بسيط زي الطفل اللي بياخد التحصينات والتطعيمات في وقتها يجي له فيروس حرارته تبقى 37.3.4 ما يجيوش الحرارة 41 لا ليه لأنه بياخد تطعيمات فالمؤمن كده في معية الله إن الله يدافع عن الذين أمنوا وبعدين إذا كان واستطعنا أن يعني مش شككت وصل الحد إلى شبه يقين أن فلانا حسدا يعني يفضل أن أخذ أثرا من أثرا مثلا كوب ماء شرب منه شيء تستعمله وأضعه في ماء وأخذ هذا الماء أتوضأ أو أغتسل به إن شاء الله رب العالمين وأنسى الموضوع خلاص مش الموضوع خلاص استمرار لا أنا طول حياتي سنتين ثلاثة أربعة مريض ويهزل ويجيله السكر والأمراض ويكتئب ويرتعش لا ده هو كده مدعي المرض يسموها علماء النفس عقلنة المرض يعني يعقل أنه مريض ويشعر أنه كده إيه الناس تهتم بيه لا تهتم بيك وأنت صحيح أحسن ليه لا تمرضوا فتمرضوا ليه كده
فسبحان الله اول هو الحسد ده يعني لا لا يعني لن يغير من قدر الله شيء. وان كان من قدر الله لا يغير. ليه؟ لان طالما انا محصن، طالما انا مؤمن اتخذ الله رب سبحانه وتعالى، ادعو الله عز وجل، خلاص ما احطش في ذهني ان الناس يعني انا مش الوحيد في الكون، ويظن ان هو الكون كله نظر، ويدخل المسكين في مرض يسموه الوسواس القهري. انا محسود، انا الناس كلها تعيب عليا عشان مش عارف بنتي جميله وابني مش عارف متفوق وانا عندي الاموال ورا والله. ويمكن هو ليس في ذهن الناس. نعم. الناس لو جالها عطس ولا انفلونزا الناس ياتي ونسيت اسمي. اقول لك شيء، شبابنا شباب الانترنت، لو انت جبت فاصل للشيخ عمر في وسط البرنامج قلب على الشيخ عمر ونسيه. صحيح. يعني احنا خلينا واقعيين. نعم. خلينا واقعيين، مش الناس كلها مرتبطه خلاص عصر الفقيه الاول. لا 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 ولا احنا الان في عصر خلاص بسرعه بسرعه سبحان الله العظيم. بس عصر السرعه. عصر السرعه. نعم. اذا دخولنا في هذه الاوهام واحيانا البحث عنها لاي سبب طارئ، لاي سبب حادث، لاي قدر جاري، انما هو الحسد. شوف، توهم انني محسود هذه مصيبه، هذا مرض في حد ذاته، توهم. واذا كنت محسودا يوم فين؟ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. فين اليد الطاهره التي وضع عمر يده على الصحابي المريض وقرا الفاتحه فكانما نشط من عقاب؟ خلاص، فمات عمر، استشهد وعاد المرض للرجل. قال يرقيني احدكم، فقام احد الصحابه فقرا عليه الفاتحه. قال كيف حالك؟ قال والله كما انا. قال والله الفاتحه هي الفاتحه، ولكن اين يد عمر؟ هي بس النقص عندنا يد عمر. فاحنا عايزين ايه؟ يد. لذلك انا ارى ان البنت المحسوده او الولد المحسود او الام المحسوده خدت الطفل الصغير ابو 4 سنوات يمسك يده الصغيره الجميله دي ويضعها على راس امي او قلب امي او يعني بهذا المنطق ويقرا فاتحه الكتاب، او يقول يا رب اشفيك يا امي، يا رب اشفيك. ان شاء الله لم يجد عليه القلم بعد، فباذن الله دعاء مستجاب. كده الانسان يعني سبحان الله، لعل الله يعني سبحان الله ان ان ان, أن يشفي الحسن البصري. انا عايز درهم حلال، قال تعمل بيه ايه يا بصري؟ قال اشتري به رغيفا، وبعدين قال احمصه، ادخله الفرن كده يتحمص ويجف يجففه، وبعدين قال اصحنه، وبعد ما تصحنه اضعه في حق علبه صغيره كده، وبعدين اي مريض نضع عليه بضعة من ذراتك يشفى باذن الله. بس ما الحلال يا سعد؟ المطعمك تاكل مستجابك. احنا عايزين مال الحلال ده، مال الحلال ده شفاء من كل داء. عايزين مال الحلال ده يستشري بنا، ولا ناكل الحرام ولا ناكل الشبهات. من اكل الشبهه 40 يوما عصت جوارحه وشاء ام ابى. ده ياكل الشبهه مش الحرام، الشبهه 40 يوم عينه تروح للغلط وودنه تسمع الغلط، يده لسانه فارد في الناس سبحان الله. لذلك انا مشفق على الاعلاميين العرب، والله مشفق عليهم اشفاق، وهم يعملون برامج تخوض في اعراض الناس وتهدم قبائل وشعوب واسر ودول واشخاص ولا يستحون من الله. انا والله من الواجب يعني لو امسكوا السنتهم والله لكان خيرا. انا يعني امل ربما قبل ان اترك هذه الحياه ان شاء الله ان نجي في رمضان ده مثلا التلفزيون ياخذ اجازه، كل حتى بالبرامج الدينيه. أنا ليه؟ هو احنا طبقنا في 11 شهر اللي فاتوا، انا دي 40 سنه في الدعوه، القيت الاف المحاضرات ومئات يا عم. بس سبحان الله زي ما الحسن البصري خطب خطبه في الجمعه والناس انفضت، الجمعه اللي بعدها نفس الخطبه، الجمعه اللي بعدها نفس الخطبه، هو بليغ واستاذ البلاغه تلميذ علي بن ابي طالب ورضيع ام سلمه حقيقه خطبه. قالوا يا بصري حفظناها، احنا حفظنا الخطبه دي. قال اذا عملتم بها قلنا لكم غيرها. بس انا مش عايز اكون زي الغرب اللي بيقول لك احنا حضاره الكيلوات. لا، مش عايز حضرتك الوقت يقول لك على قدر ما تستخدم الدولة من كهرباء على قدر تقدم. انا عايز كهرباء القلوب، انا عايز ايمان النفوس، انا عايز انشراح الصدر، انا عايز الناس تقنع وتدعو للناس بما عندها. انا بدل ما اتمنى زوال النعمة، طب ما اسأل الله ان يعطيني من فضل، لكن ما عيش، لا اعيش عايش نفسي في وهم ان انا محسود طول حياتي، لازم انطلق واتحرك. المحسود هذا هسأله سؤال، ماذا قدمت للإسلام؟ بتقدم خلي حتى لما يحسدك في الدين يبقى خير وبركة. نعم. يعني تنافس، تقول والله انا الحمد لله كان فاضلني 10 أجزاء في القرآن حفظتهم في 4 أشهر. أنا نغبطك يا اخي، جميل والله. وبعدين عولت على البخاري كده قعدت احفظ منه 1000 حديث، جميل حلو والله. قرأت 1000 كده بهذا المنطق. نعم. يعني جدد نفسك.
جدد نفسك. نعم جدد نفسك أعزائي المشاهدين. أثير دكتور فاصل قصير إن شاء الله تعالى ونعود إليكم مع دكتور عمر عبد الكافي. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع برنامجكم بصائر رمضانية ودكتور عمر عبد الكافي، وكما ذكرناكم قبل قليل بأنه ستكون له ليلة إيمانية بإذن الله تعالى في عنوان رق قلبك في كتارة الليلة 9:30 في مسرح الدراما رقم 16 بإذن الله تعالى. فحياكم الله جميعا محبين الشيخ. دكتور عمر، أثر الحسد في المجتمعات. الله أكبر. العجيب أن بعض الناس يحسدون الشيء الذي لا يحسد. كيف؟ مثال. يقال مثال رجل فقير يسكن في الكوفة في زمن أبي حنيفة، قال الله أنا ناوي أروح الشام. قال ليه؟ أنت جالس في الكوفة. قال أنا جيراني يحسدونني. فنظروا في الغرفة ما فيش شيء يحسد، بتاع حرس قديم وبتاع قربة ماء ما بتاع وراحة يعني ما فيش أساس. قال انتظروا انتظروا، ورفع صوته وقال إن أمير المؤمنين حفظه الله أرسل إلي بالأمس ويريد أن يقتلني غدا مع فلان وفلان وفلان، واختار ثلاثة من علية القوم في الكوفة. فصاح جيران يا لكع أنت تقتل مع هؤلاء الأشراف؟ قال حتى على الموت لا أنجو من الحسد. سبحان الله. ففي ناس تحسد للحسد، تحسد حسد. طب ما ولد، طب أنت تحسد ولدي ما عندك 7 ما عندك 9 يا أخي اسأل ما عندكش، قول يا رب ارزقني. ما هو سيدنا زكريا حدد قال يا رب أنا عايز ولد ولا بنت؟ قال أبدا، ذرية طيبة، بس ذرية طيبة واجعله ربي رضية. ماذا الطلبات؟ لا قال عينيه خضرة ولا شعره مش عارف، لا قال رب ذرية طيبة من لدنك بس. ده الأمل. فأنا أرى أخطر ما يهدم المجتمعات هو الحسد، وأشد أنواع الحسد حسد الإخوة الأقارب، لأن الأقارب هم إيه. ولذلك أنا ما زلت أؤكد، يا ريت اللي لسه ما تزوج أو ما زوج ابنه ولا ابنته يا ريت نبتعد الأقارب عن بعض استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العيلة البعيدة لما تزعل من العيلة البعيدة عائلات وخلاص كل واحد في حاله، السلام عليكم يا فلان، عليكم السلام. لكن لما يبقى بنت خاله وابن عمها وبنت خالتها كارثة. الأخت تزعل مع أختها عشان الشباب يقول لك لا أنت أنا ابني ملاك أنت بنتك شيطان، والتاني يقول لا أنا بنتي أسماء بنت أبخ ابنك أبو لهب أبو جهل، فمصيبة. وأنا تكبر الحسد بين العائلات وبين الأقارب اولا يحرق الدين حلاقه، انما هي الحالقه، لا نقول تحرق الراس وانما الشعر، تحرق الدين. هذا امر. الامر الثاني، دائما ثمره الحسد عندما تراها تدل على عدم وجود شجره الايمان في تربه القلب 100% 100%، لان هذا عطاء الله، هذا عطاء الله. كيف ان رزق هذا يسبب رزق؟ ما ينفعش. الرزق ده مكتوب في الأزل، إذا بلغ 120 يوما كتب له عمره ورزقه، عمره ورزقه خلاص انتهت، ما فيهاش نقاش، هي بس مجرد سعي منا لنحقق مراد الله. لكن هو جاي جاي الرزق يسعى إلينا ولا نسعى نحن له. يا ابن آدم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك، ولو فررت من الرزق فرارك من الموت لأدركك الرزق كما يدركك الموت. لازم تاخد رزقك مسلم. فعدم التسليم هذا يخرجك من روح الإسلام، يخرجك من روح الإيمان. تحسده على ايه؟ ابنه حصل على إجازة معينة، ربنا يبارك له، الله يوفقه، وما ايه الملك يقول لك ولك مثل ذلك، وربنا يهدي لك ابنك. سبحان بنته تزوجت وهي عندها 17 سنة، ويا رب يبارك لها ويسعدها ويجعلها قرة عين لزوجها وإلى آخره، وابنتك هكذا، وربنا يخبئ لابنتك عريس ما شاء الله يعني سبحان الله لا إله إلا أنت. يا رجل يا مؤمن، ده أنا مرة سألت المريدين المحبين في المسجد عندي في دبي من 2 3 سنين، قلت لهم بالله عليك وأنتم صادقين بعد صلاة الجمعة، تحب تزوج بنتك لواحد في مثل أخلاقك؟ كل مجد لله حرام، دي بنتي غالية علي. هذه لحظة صدق. فالحسد ده عبارة عن ايه؟ عن قمع للخيرات. وبعدين المصيبة ان المحسود مطمئن نايم، والحاسد جاله أرق. ده احتمال اليوم قابل رئيس الدولة، يبقى اعطاه شيء،
ولا يمكن بكرة يولى يبقى يمسك وزارة يا خبر، بعدين ممكن يعطيه بيت، وبعدين يولى. لا إله إلا ويحترق. لا إله إلا مريض أكثر. يعني شوف تقول لي مرض السرطان أو مرض مش عارف في الجينات أو مرض في أبدا، هذا هو المرض الأساسي، مرض الحاسد ده، والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك يعني أنا أول ما يعني سبحان الله قد يحسد الإنسان النعمة التي عنده، يا أخي لما تشوف ابنك ذكي ورد ردود عليك كده تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا المنطق عشان تحصل النعمة. ولولا إذا دخلت جنتك، يعني النعمة اللي عندك قلت أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هكذا يعني أنا أحصل النعمة بشكرها وبالتبريك وبكلمة ما شاء الله وبالتكبير. لكن الحسد يعني يضيع المجتمعات. يقول لك طب الغرب حقق كل ما يمكن أن يحقق حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيان. تعال شوف عدد المنتحرين عندنا في العالم الإسلامي وعدد المنتحرين عندهم، رغم فرق الإمكانيات. في عمرك سمعت عن صومالي انتحر من الجوع؟ إثيوبي مسلم انتحر؟ ما حصلش. تسأله والحمد لله رضا ونعمة، يقول لك ربنا يبارك في الجمعيات الخيرية بيرسلونا، بارك الله في إيه ده؟ إيه النعمة دي؟ وهذه نعمة كثيرة ما نسأل. هذا هو الغني. هذا هو الغنى الحقيقي. الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ولما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه. يبقى إذن هذه معايير القناعة القلبية. فأنت إذا قنعت خلاص إيه لا يعرف الحسد إليك سبيلا. لأن الكل يسأل طب أعالج الحسد إزاي؟ كيف أعالجه؟ ده بسيطة. قوي يقينك بالله، قوي صلتك بالله، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. سبحان الله. لما عندك اليقين ده خلاص الحسد ده إن شاء الله رب العالمين يزول. لكن إذا استشرى الحسد في مجتمع فقل على الدنيا السلام، ثق تماما أن البركة تنزع من الكل، والعالم يتوارث الحسد. وبعدين إيه يقولوا خلي بالك عمكم ده لا يحبني من صغره، فهو لما يموت أو أنا أموت ما يخلوش يمشي بجنازتي. أنت بتورث الحقد والضغينة. والأم تقول لبناتها لو أن أنا مت اوعى خالتكم دي تيجي تدخل علي أبدا، أنا أكون قلقة في قبري. يا ستي خليك أنت قلقة في قبرك وخلي البنات يصلوا أرحمهم. يعني نحن يعني بدل من أن نصنع الصدقات الجارية نصنع السيئات الجارية. لا، إحنا عايزين صدقات جارية، عايزين نوصل أرحامنا، نقترب من بعضنا. سبحان الله العظيم، نتحمل بعضنا بعضا. تخيل دكتور لو إدارة من الإدارات استشرى فيها هذا المرض، كيف سيكون الحال؟ كيف سيكون الإنتاج؟ أولا هو لا إنتاج ولا بركة فيه، وبعدين ايه هنتفرغ للايه لان لا 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 قيل وقال، وكره لكم قيل وقالوا اضاعه المال وكثره السؤال. فوت الحمايه وضعت لنا في الكتاب والسنه، مادام وضعت لنا يقول ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا الانسان الراضي رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني المثال العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف مع اصحابه، وبعدين يعرف ان عليا جائع فعمل انه يتكلم، وعلي ياكل من التمر الرطب الى ان انهى الطبق ويضع النوى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يعني ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. ف سيدنا علي يعني يمازح النبي، اكل هذا اكلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا عجيب. فلو اعجب منه من ياكل التمر بنواه. يعني سبحان الله العظيم، هذا الكلام بالله عليه قلوب مثل هذه هل تعرف الحسد اطلاقا؟ كيف تعرف الحسد؟ لا، هو قانع بما اتاه الله. سبحان الله، خرقه تواريك وجحر يؤويك ولقمه تكفيك خير لك من الدنيا وما فيها. من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكان. هذا ده اللي هو كل الطب النفسي. المشكلة الدكتور أنا دائما ما ننظر إلى ما لدى الآخر ونسى ما ملكنا الله عز وجل. دكتور الإعجاب بالشيء هل هو يدخل في دائرة الحسد؟ أن أعجب بمنطق؟ لا 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 والله العجب بشيء أيضا أن أدعو لمن أعجبت بكلامه بهيئته بسمته بذكائه بفصاحته بفطنته
برده بردوده بفعاليته في الوقت بالكاريزما اللي عنده وما شاء الله الله اكبر ربنا يبارك فيه ربنا يحفظ عليك ايمانك مثلا دعاء هذا سبحان الله. يعني يعني كان لنا شيخ رحمه الله عليه لما كنا نقول امامه شيء من الابداع ونحن صغار يعني وغيرنا يقول سبحان من علمك فيعطيك. سيدنا عمر نفسه كان يجد اعرابي داخل عليه لا يفهم شيء ابدا ولا يعرف اين هو ولا يعرف يتكلم فينظر عمر اليه كده ويشرح له قضيه لا يفهمها من عمر يقول سبحان الله الذي خلق هذا وعمر بن العاص رب واحد. يعني جاب اكثر الناس عبقريا في, 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 في تاريخ الاسلام مع الرجل يقول سبحانك يا رب خلقته ونفضل بعضها على بعض بلوه ويشقى بماء واحد كله في ارحم واحد كله من تراب لكن لا لكن يعني هذه حظوظ بس في الاخر ايه كل الحظوظ تساوي واحد متساويه. هذا اخذ المال تؤخذ منه الصحه, هذا ياخذ المال والصحه تؤخذ منه السعاده, هذا يعطى السعاده ينقص في الله وهكذا. ليه؟ عشان الدنيا ليه هو بيخلي الدنيا تهجم عليك كي تفزع اليه, هو يخلي الناس تضغط عليك عشان تقول يا رب يجيب من الابتلاء. ما في ناس لما النعم تزداد ينسى الدعاء فيبتليه بمرض يا رب يا شافي اشفي, يجي له هزيمه يا ناصر انصرني يا ضعيف ضعف يا قوي قوني, هو هو بهذا المنظر. نعم دكتور في دقيقه والنصف توبه الحاسد كيف يتوب في دقيقه والنصف؟ توبه الحاسد يجب ان يعلم ان ما قسمه الله لفلان لن يزول بحسده عشان يريح روحه, هذا رزق الله له لن يكون سبب لا 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 الولد المطيع مش هيبقى عاق لا 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 والبنت المحجبه مش هتدخل على الحجاب مش هينفع مش هتبقى فهو يستريح من الناحيه دي. وبعدين في نفس الوقت لن ينقص من ارزاقهم شيئا مش هيمنع من المنبع لا. الامر الثالث لن يضر في مساله الحسد الا هو بالظبط. الحاسد ده معاه كره يضربها في الحائط بقوه فترتد لتصيب عينه فيشتد غضبه فيعملها تنتهي في عينه الثانيه وهكذا لغايه ما يشرد نفسه يدمر نفسه. هو الذي يدمر نفسه كالنار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكل. فانا اقول له يعني اطمئن اذا كان عندك شيء يسمى طمانينه انك لن تزيل رزقا من احد ولم تمنع رزقا من احد ولم تزيل خيرا من عند احد وانت الذي تزيل الخير عندك واصبر واسال الله من فضله يرزقك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير دكتور عمر عبد الكافي. والليله كذلك عندكم اخواني ضمن فعاليتنا سائم الخير رقم 8 في فندق شيراتون كما هو معروف, سيكون ضيفهم باذن الله تعالى دكتور نبيل العوضي, قاعة الدفن للنساء وقاعة المجلس, وهناك برامج اخرى وفعاليات. اما دكتور عمر عبد الكافي فلديه ليله ايمانيه في كتارة رقم 16 مبنى رقم 16 مسرح الدراما رقق قلبك, ساعة إيمانية من 9:30 في كتارة. وحياكم الله جميعا أخواني أخواتي المشاهدين ولقاكم غدا بحوله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.